المحكمة. على أي حال خلينا نسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء بلجيكا، رئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسي وزراء اليونان وإيطاليا، والمستشار النمساوي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، وناقش الرئيس السيسي مع الوفود أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأضاف المتحدث أن اللقاءات تناولت الأوضاع الإقليمية وبالأخص الحرب في غزة. هذا وشهد الرئيس السيسي التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وتناول الاجتماع نتائج القرارات الاقتصادية وحركة الأسواق. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، وأن البنك المركزي يوفر العملة الصعبة المطلوبة، مضيفا أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة بهدف زيادة الإنتاج والتصدير. ثمنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، ثمنت الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. وخلال تفقدها المساعدات والخدمات الصحية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين بمطار العريش، أكدت بلخي على أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية دقيقة تستهدف مستشفى الشفاء بمدينة غزة، زاعما أنها تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار بحركة حماس. هذا وأكد شهود عيان لوكالة فرانس بريس وجود دبابات تحيط بمستشفى الشفاء وحدوث عمليات جوية على حي الرمال حيث يقع المستشفى. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيواصل الحملة العسكرية على قطاع غزة، بينما من المقرر استئناف محادثات بخصوص اتفاق هدنة. وأكد نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل ستتوغل في رفح الفلسطينية آخر مكان آمن نسبيا في القطاع الصغير المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق عدة أسابيع دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم سيستمر لأسابيع أم سيبدأ خلال أسابيع، وذلك بحسب وكالة رويترز. أكد الجيش الأردني أن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا. وأشار الجيش إلى أن سربا من القوات الجوية حلق استجابة لإنذار من أجهزة الرادار للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد. أبلغت أوكرانيا عن عشرات الهجمات التي شنتها روسيا بالقرب من حدودهما المشتركة. في الوقت نفسه اتهمت موسكو كييف بمحاولة إفساد الانتخابات من خلال ضربات على البنية التحتية الروسية على مدى أيام في واحدة من أكبر العمليات الجوية على الأراضي الروسية منذ أمر بوتين بغزو أوكرانيا قبل عامين. هذا وأبلغت الإدارة العسكرية في المنطقة سومي بأوكرانيا عن 60 واقعة قصف لمناطق حدودية وسكنية، وأضافت أن مدينة كونوتوب تعرضت لهجوم صاروخي لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 87% من الأصوات بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع وفق مفوضية الانتخابات. وفي كلمة له بالمناسبة قال بوتين إن روسيا لن يرهبها خصومها، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتمتع بأفضلية على القوات الأوكرانية على الجبهة، واعدا مرة أخرى بتحقيق أهداف موسكو. ورياضيا، حقق نادي برشلونة انتصارا على مضيف أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في قمة لقاءات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة لينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.